يقول السائل: هل يجوز صرف الفوائد الربوية لشراء الكتب لطلاب العلم؟ لا، الفوائد الربوية حرام وسحت ونجسة، ولا يجوز أن يشترى بها كتب، وإنما إذا تاب إلى الله وترك الربا وعنده أموال من الربا يضعها في مشاريع عامة مثل الطرق ومثل دورات المياه ومثل الأشياء العامة لمصلحة الناس عموما. أما العلوم الأمور الشرعية كالمساجد والكتب فلا تمول من الربا، لا تمول من مال الربا لأنه سحت. نعم.